فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد أوجد نور نبيه سيدنا محمد من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد أنبياء وأكرم الأصفياء وأجل أيب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قيل هو آدم عليه السلام، قال آدم به أنيله أعلى المراتب. قيل هو نوح سلام، قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب. قيل هو إبراهيم، قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. صلوا. قيل هو موسى عليه السلام، قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب. الله. قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالعجيب. قيل فمن هذا الحبيب الكريم؟ قال هو محمد صلى الله عليه. قال هو أحمد. قال هو أبو الطاهر. قال هو جد الحسن والحسنين. اللهم صل عليه. قال هو نبي استخرته من لؤي ابن غالب، يموت أبوه ويكفله جده ثم عمه.
الحسن والحسن.